السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفات سهله وسريعه مع لبنى. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال لي كريب حلوين بالشوكولا. كيجيو زوينين بزاف وسهلين التحضير ديالهم وما كياخذوش بزاف ديال الوقت واقتصاديين في نفس الوقت. اذا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الزبده، ساشي واحد سكر فاني، قبيصه ديال الملحه، زلافة ديال الفورس تكون عامرة، والسيترو ديال الحليب. صافي، غادي ناخد لو بول ديال الخلاط الكهربائي غندير فيه السيترو ديال الحليب، جوج بيضات، فاني، معلقة ديال الزبدة. قبيصه ديال الملحه لتحسين الذوق. صافي، دابا غادي نخلط هذا الشيء وانتو معايا. العناصر مع بعضياتها، دابا غادي نبدا نزيد الفرن شويه بشويه ونخلط حتى يعطيني خليط، يعني ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش جاري بزاف. بعد ما كملت لا كونتيتي كامله ديال الفورس كيجيني القوام على هذا الشكل. هذا كيف قلت ماشي خفيف بزاف ماشي ثقيل بزاف. كيجي على هذا الشكل هكا. كيعطيكم كونتيتي كتيرة. إذن في هذا الوقت هذا راني درت المقلاة تسخن، من بعد ما دهنتها بشوية ديال الزبدة غادي نطيبها ونرجع. كندير شوية من الخليط في المورفة، من بعد ما سخنت المقلاة مزيان صافي غادي نسرح الزربة على هذا الشكل هكا صافي، وكنديرها طيب. صافي كنخليوها طيب مزيان من التحت حتى كيبداو هاد الجوانب هادو يتحمروا، كنعرفوها بلي طابت، عاد كنقلبوها على وجهها شويه باش كتحمر. هي راه بدات تطيب. هاد الوصفه زوينه بزاف وسهله في التحضير كيف شفتي، وما كتاخذش وقت ولذيذه بزاف، يعني وليدات الصغار كتعجبهم على وجهها بحال هكا باش تحمر شويه الوجه. بركه الشكل ديالهم كيجي هكا بحال هكذا، وبالنسبه للحجم كيجيو رقاقين، يعني لي كريب خصهم يجيو رقاق ما يجيوش غلاط بزاف. هنا الشكلاط في الوسط ديالها بحال هكذا، يعني اي شوكولا اللي دهن عندكم. وكان شكلها الشكل اللي عجبني انا غنديرها على هذا الشكل هذا.
هكذا. صافي غادي نكمل لا كونتيتي اللي عندي ونرجع ان شاء الله في التقديم النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب من بعد ما وجدوا، كيجيب على هذا الشكل. هذا زوينين بزاف وسهلين في التحضير ديالهم كيف قلت لكم، والاهم انها وصفه لذيذه كتعجب الدراري الصغار اللي كيصلحوا في الكوتي او الصباح في الفطور، يعني ما كياخذوش منها بزاف ديال الوقت. كنقدموهم مع عصير طبيعي بيان سور او اللي كيبغي الوليدات. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير، واي تساؤل مرحبا خليه لي في لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات سهله وسريعه مع لبنان.